كاميرا الإبداع في مصر كانت موجودة في المؤتمر الصحفي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وده للإعلان عن تفاصيل مهرجانهم. قابلنا الفنان دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان. كلمنا عن الدورة السابعة بالتفصيل وكمان عن دعم الشركة المتحدة للمهرجان. تعالوا نشوف لقائنا معه. هذه الدورة وهي دورة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بيتبرع فيها 25 عرض، كان تقدم للمشاركة 80 عرض، وده يدل على ان في حب وعشق وشوق من الشباب واجيال المبدعين للمسرح وحنين للمسرح. احنا عندنا مسرح واحد وهو مسرح النهار، لما بقوا 25 عرض اضطرينا نبحث عن مسارح اخرى. فالحقيقة بشكر الجامعة الامريكية على يعني عملنا معاه بروتوكول عظيم جدا جدا جدا، واديتنا مسرح الفلكي نعرض عليه بعض العروض، استضافتنا فيه دون اي مقابل ودون اي ماديات. ايضا مسرح الفن استاذنا جلال الشرقاوي وافق تامر الشرقاوي وعبير الشرقاوي على استضافه مجموعه من العروض دون اي مقابل. ايضا مسرح الوسابير العريق استاذه اروى الدوره برضو وافقت على استضافه مجموعه من العروض دون اي مقابل. في تكريم لسمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على ما قدمه للثقافه وللفن وللمسرح على الصعيد العربي والصعيد المصري. يكفي بين قوسين تبنيه ودعمه الكامل من الالف للياء لدار اقامه كبار الفنانين في مصر. ايضا تكريم للمخرج الكبير سمير العصفوري، تكريم للملك لير يحيى الفخراني لاسم الراحل العظيم احمد راتب. هذه الدوره لها رئيس شرف وهي معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم. عايز اشكر كل شركاء النجاح على راسهم الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، الوزير اشرف سلمان، الصديق الغالي الاستاذ عمرو الفقي، كل العاملين بالشركه المتحده اللي وفروا لنا كل الدعم للرعايه وان يكون الراعي الاعلامي، وايضا تصوير وتوثيق العروض المقدمه. عايز اتقدم باسمي وباسم كل الفنانين بخلص الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافه دكتور احمد فؤاد هنو على يعني دعمه وتشجيعه ورعايته لينا ومش لينا بس، وللثقافه في مصر بشكل عام. شركاء النجاح طبعا زي ما انت شفتي معانا شركاء كتير جدا وقفوا معانا ودعمونا ودعموا الشباب. هناك مؤسسات زي الهيئة العربية للمسرح، لان الورش اللي احنا عاملينها مش هتبقى ورش في القاهره فقط ولكن ايضا في الاسكندريه، وبتضم الورش اساتذه كبار في كل المجالات الفنيه او المسرحيه المتخصصه. ايضا رجال اعمال على اعلى مستوى وكبار وهيئات اكاديميه الفنون الدكتوره غاده جباره، معهد الفنون المسرحيه في القاهره واسكندريه. كل شركاء النجاح اللي وقفوا معانا ودعمونا عشان يدوا فرص لاجيال من الشباب والمبدعين في هذا المهرجان. وإن شاء الله الدورة القادمة بإذن الله هتسلك أربع مسارات: مسار لمسرح الطفل، مسار للمسرح المتخصص أو الأكاديميات والمعاهد والكليات المتخصصة، مسار للجامعات مسرح الجامعات، وأيضا للهواة. وبإذن الله يبقى مهرجان نجاح بإذن الله.